السلام عليكم، صباح الخير، صباح النور، صباح السرور، صباح التيسير والرزق على الوجوه الخير ان شاء الله. يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، ومبروك عواشركم مره اخرى ان شاء الله بأطيب متمنيات. متمنيات مو عرفتي، مره كيوقع لي واحد الحويله في النطق. المهم فين وصلتوا؟ في حداكتكم، في تخمالكم، باش بادين. ممكن اللي كيبدا كيقول لك نحيد الروينه تاع الصفوف والشباكيه عاد كندير تخميله باش كيبقى كلشي نقي. كاين اللي كيقول لك لا انا كنقي باش نبدا التحضيرات على النقا. كل واحد وطريقته. انا شخصيا كيعجبني اختي النقي، واخا انا الصراحه هاد العام ما مصايبه لا سله ولا شباكيه، ما كناكلهمش في رمضان وما عنديش لا ياكلهم ليا اصلا، ولا تشهيت راه كنمشي كناخذ شويه شويه من الحاجه وصافي. الشيء الاخر مازال شهيوات، وداك الشيء راه ان شاء الله مازال غادي عاتي راه دابا في المنظور، عاتي راه عندي تما واحد لاجوندا دابا نوريها لكم. منظور عاتي راه كنوجد لكم اقتراحات فريمون زوينين ديال شي داكشي غابيد، او ميم طون ما ياخذش لكم الوقت بزاف، وكما عودتكم يعني مالح مع سوب مع عصير ولا تحليه ان شاء الله غادي يكونوا هكا دي كومبو زوينين واللي غادي ينفعوكم. المهم عرفتي دابا فطرت وساليت، ياك قول لي نتوما هذيك التعصيره كاين اللي كيسميها التعليكه، كاين اللي كيسميها التعصيره، كاين اللي كيسميها هذيك الدكه، زعما داك الاخر ديال البراد هذاك هي البنه كامله كتجمع فيه ما خاصوش يضيع. المهم هذا نحطو حدا يا اختي نكملوه. هنايا غادي ندوز ناخذ ضروري كل المكملات اللي كناخذ كل صباح. المهم هذا الفيتامين دي ناخذ، كناخذ جوج باش كيعطينا اختي شويه تاع الطاقه و لانرجي هكا الصباح باش نبداو بيه. غادي ندوزو نبداو النهار ديالنا، النهار اللي غادي يكون ناشط متنوع، غادي نبارطاجي معكم فيه بزاف الحوايج. غادي تقولي انت صافي جا بدات من فديك الخميسه، المهم انا غادي نوريكم بلاتي فيا عرفتي داك صبري صبري قليل. غادي نحلوها، كاينه هنايا واحد القليله مراكشيه. اشنو فيها؟ فيها السمان. شوفوا شوفوا ليا هنايا السمينه، السمينه هنايا بزاف كانوا سولوني، لا عقلتو دابا تقريبا بالضبط عامين، شكلها اكثر من عامين باش بديت كنرقد السمن في هاد الكلات. كانوا سولوني تطلق لك الحموريه ديال الطين وداك الشيء، الحمد لله ما طلق لي لا الحموريه لا حتى شي حاجه. اصلا كنت دهنتها مزيان، غسلتها مزيان قبل ما نبدا نستعملها، دهنتها بالزيت البلديه، دخلتها شويه في الفران سخنات، عاد بديت كنستعملها ما عمرها طلقات لي الحموريه في سميتو. ولا كاين هاد نديرو يعني في قريعه الزاج، ها نتوما هذا ديجا عندي مبني مبدي، هذا كنت درتو بالزعتر غطيته بالزعتر. بالنسبه دابا نهضروا في المفيد، السمن سبق ليا وشاركته معكم، انا غادي نحاول نخلي لكم الرابط ديالو في اول تعليق ان شاء الله باش تمشوا تشوفوا الوصفه ديالو. بالنسبه للاسئله اللي كيوصلوني اش من زبده نقدروا نستعملوا؟ الا كنتو في المغرب ننصحكم تستعملوا الزبده البلديه، تبارك الله موجوده هنا صعيب باش تلقايها، سينو ما كاينش. انا كنستعملها بالزبده حيوانيه ماشي زبده نباتيه، ماشي مارغرين، شي حاجه اللي تكون زبده حيوانيه. تقدروا ديروا هذه دومي سالي يعني كتكون نص مملحه، كيف ما تقدروا ديروا المملحه كيف ما تقدروا ديروا نص غير مملحه. انا في الغالب كندير الغير مملحه يعني هي باش كنخدم، لان انا الملحه وداك الشيء كنديروا انايا كندير هذيك الساعه قياسي. دابا هاد الزبده هادي انا اصلا علاش شاريها؟ انا نوريكم شنو كندير. هي نورمالمون الزبده هنا راه ولات معروفه، الزبده الثمن ديالها طالع. قولوا لي في المغرب بحال دابا هادي فيها قولوا 450 غرام، في المغرب شحال داير الزبده؟ انا عارفه ولات غاليه مؤخرا فاش مشيت، تبارك الله الثمن ديالها طالع. هنا مثلا 450 غرام كدير 7 دولار، 7 دولار بريسك قولوا 55 درهم مغربيه، مي بارفوا كتلقايها طايحه برومو. انا فاش كنلقاها طايحه برومو انا كيعجبني نطيب بها بزاف لي صوص الحشوات، كتعجبني في لي سوب. الوغ دابا رمضان جاي كنستعملها بزاف، فاش كندير؟ غادي ندوز كناخذ الكونتيتي اللي بغيت. انا ديجا خديت 4، خليت 2 في الثلاجه، وهادو غادي نديرهم في الفريكو. ها هي الزبده كتبقى مزيانه في الفريكو. غادي نحيدوها، كنقطعها القياس اللي بغيت انايا، يعني في الغالب كنديرها انايا مثلا هكا مكعبات. نوريكم مثلا القياس اللي كندير انايا، كنديرها مكعبات وكنديرها في دوك الزيبلوك. هي مقلنا الا ندوزو ناخدو لي زيبلوك ديالنا، ما تشوفو تبارك الله راه كتخرج لك الخير والبركه. راه ما طيبي فيها وكتكون دائما عندك موجوده، يعني كتسهل عليك حتى الطياب، وميم طون ما كتفسدش لك في الثلاجه، حيت راك عارفين الزبده الا تحلات اي كدوز واحد المده كتبدا تخسر ولا كتشكل عليها الغموله ولا شي حاجه.
غادي ندوزو هنايا دابا الربيع. قولوا لي شكون المعكازات اللي كيبقى كيتقداو الربيع والقزبر كيقولوا غادي نمشيو غادي نديرو غادي نقطعو، كتمشي كتبدا كل مره كتجبد منه القياط حتى كيبان ليه مسكين بدا كيلوا. المهم انا راه اون فوا نتقداو العكز عليه صافي كيبقى كنولي من هذا النوع هذا. كنمشي تقديت خديت هكا يعني ربيطات هكا كبابرين ان شاء الله قلت غادي نحيدو عليا. دابا هكا في الحشوات وداكشي بعض المرات ماشي كتوقفي على شي مكون كيخصك تمشي تهز الطوموبيل تمشي حتى السوبر مارشي منهم المعدنوس الثومه هادشي كله كيولي تحتاج. الوغ واش قلت غادي ندوز ناخذ ان شاء الله دابا هذا المعدنوس تم بعدو نمشي المهم شويه بشويه عليه دقائق عليا. دابا غادي نحيد عليا اليوم المعدنوس تقديتو كنستعملو بزاف انا كيعجبني اكثر انايا القزبر. القزبر ما كنديروش في كلشي، كاين اللي عزيز عليه كيطيب فيهم جوج بزاف، انا اكثريه كنحماق على المعدنوس. غادي ندوز نحيدو لي هادو واحد المساله عاوتاني واحد لاستوس، هادو بعض المرات راه تقدروا ما ترميوهمش هادو لهنا، تحيدو ليهم غير هادي باش مجموع ودوزو تغسلوهم ياك تسقطروهم مزيان ديروهم تما في زيبلوك. هادو كيجيو فنين البنات، تقردوهم وديروهم في لي سوب، تفرشوهم لطاجين الحوت، تفرجوهم في الصينيه ديال الخضره والدجاج اللي تدخل الفران، فنين هادو لا لي ضايع. كتجيو كتحيدو لهم غير هاد القنيه هذا الجهه الاخرى بحال دابا هذا فين هو القنيه الاخر هذاك الربيطه التحتانيه صافي. غادي نحيدو لهم هادو صافي وكنجيو شوفوا تبارك الله هذا راه ما يطرماش يتغسل مزيان. انا ناخذ ليه هنايا واحد البانيو دوزو غسلوهم مزيان وحتى ما نقادوهم. هذيك الربيطه حتى هي ما غاديش تضيع حيت كاين هادشي اللي كيشدو كيرميه. انا هادو غادي نخليهم مرقدين نزيدو عليهم هاد الربيطه هادي حتى هي. عرفتي راه البنه كلها راه كتكون في هاد العويلات هادو راه صحيين بزاف. دابا غادي ندوز هادو نغسلهم ونعاودهم نغسلهم ونعاودهم حتى نحيد منهم التراب كامل. درت لي هنا واحد الفوطه صافي وخلينا ناخذ هنا واحد المنديل باش كندوز نشفو مزيان يضرب فيه واحد شويه الهواء ينشف صافي باش غادي ندوزو نقردو. حنا ما غاديش نضيعوا الوقت، حنا واحد باقي ساخن فينا الدم دوزو نكملوا الحماس ديالنا. دابا هاد الربيع هذا غادي نجمعو بحال هكا نحيدو نخليه واحد الوقيته يزيد ينشف يعني باش توفر عليك حتى داك المجهود هكا في رمضان كتبقى قد ما سهلتي على راسك راه مزيان. كناخذ انا مثلا صينيه غادي ناخذوا ليها السلوفان ياك بغيتو دوزو هاد الفرماج هذا تقطعوه بالطريقه اللي درنا للزبده ولا تحكوه شوفوا تقدروا ديروا نص نص على حسب نتوما كيفاش غادي تستعملوه. كناخذ انا كنلبس تاخذي هذاك ليغون ولا ما عندكش تاخذي غير شي حاجه بحال هكا. غادي نبدا ناخذ القياس باش يدي ما تكونش عندها واحد الاحتكاك مباشر مع الفرماج. خرج غير باليط وحده هكا ديال الفرماج كتخرج الخير والبركه. دابا اش كندوز كناخذ السلوفان غادي نغطيها مزيان ولا ديروها هكا فشي ساشي تدخلوها الفريكو واحد نص المهم في الغالب ساعه تقدروا تخليوها ليله كامله باش هذاك الفرماج كيجمد واحد شويه عاد كديريه في دوك الساشيه تاع زيبلوك باش ملي كتخرجي ما كيكونش ملصق على بعضياته. وباقي ما ساليناش دابا اش غادي ندوزو المهم اليوم العالمي ديال التنقيه والحكان والخضره وداكشي. غادي ندوز هنا يجبد البروكلي. البروكلي انا بعض المرات كنتشهاه كنقول غادي نمشي غادي ندير غادي نفعل كيبقى مسكين في هذيك الثلاجه كل مره كنحل عليه ونعاود نسد عليه. فاش كندير بعض المرات دابا حتى في رمضان كنحتاجو عليه بزاف كيحمقني السوب ديال البروكلي بالفرماج ولا ديال البروكلي بالدجاج والبطاطا ولا غير بوحدو هكا بالكريمه كيجي زوين. اش كندير غادي ندوز باش ما عاوتاني ما يخسرش ليا قبل كندوز نغسلو غادي نفكو هكا نفكو شويه عاد غادي ندوز ان شاء الله نغسلو ونخليه يتسقطر ديك الساعه غادي نوريكم اشنو غادي ندير به. انا دائما هاد الصفرين هادو اللي كيكون بحال دابا هادي كنحيدهم كيكونوا بحال اللي ماتوا نحيدو هاد البارتيات هادو. تسقط
القطر مزيان كندوزو كناخدو هكا الكراده وكنحاولو بحال اللي كنشلضوه، راه كيجي ساهل حتى هكا حتى البنات هكا في الشوربات ولا مثلا بغيتو ديرو الكراتان مباشره كندوز ناخد هكا زيبلوك وكندير القياس اللي مثلا غادي نحتاج في شوربه. مثلا انا بالنسبه ليا هكا راه كافيه مع الخضيره والبطاطا ولا شي حاجه راه كافيه. غادي نرجعو دابا هنايا البعدنوز ديالنا. المهم هنايا كما تشوفوا ها هما لي ساشي ديال البروكلي، ها هما صحو جاهزين. بحال دابا هنايا عندي ثلاثه تاع لي سوب، مره نديرها بالكروفيت، مره نديرها كما قلت لكم غير بالبطاطا والشامبينيو. ان شاء الله مازال كما وعدتكم غادي نشارك معكم بزاف د الوصفات. غادي نرجعو دابا هنا للمعدنوس، هانتوما نشاف به خير مزيان. غادي ناخذ هذيك البراده اللي كتدفعني هادي، الربع ديالنا دارت هو في زيبلوك. شوفوا اللي شاف هذوك ثلاثه الربطات في الاول ما يشوفوا دابا كيغبر كتقولي او المهم هنا ضروري كنخرج منه الهواء وكنحاول نسطحو باش ملي كتبغي تاخدي القياس كيجيك ساهل. المهم هنايا خلاص هذاك الشيء كملناه، رجعنا دابا هنايا الفرماج باش غادي ناخذو عاوتاني واحد زيبلوك وغادي نديرو فيها الفرماج بعد ما خليتو يجمد اي واحد شويه كما تشوفوا ماشي بزاف. تبارك الله هاد التحضيرات هادو حمسوكم شويه، قلتي نوض نقفض حتى نقضي شي غراض نقاد شي بلاكار ندوز نطحن شي حاجه نحمر شي زنجلان ولا شنو ندير. المهم هانتوما تبارك الله كيجي ديجا راه خليته غير شويه وديجا كيبان لكم هكا بحال بدا كيشد في راسو ما كيبقاش ملصق. الله نجيو ناخذ واحد البوز، عرفتي كنحس براسي حققت انجاز هاد الصباح، عرفتي يدي كل معدنوس داير فيا حاله. هادشي اش كنقول لكم، بلاتي نقرب لكم ما عرفتش تبان لكم الجلده ديالي راه ميمكنش، عندي واحد البشره في يدي عجيبه سونسيبل اكثر من القياس، واخا نعيان دهن 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 اون فوا نقيس الماء نفوت في الماء العبار تلقايهم ولاو هكا كيوليو بحال شي صحراء قاحله كيوليو جافين بزاف. ديا شكون اللي عندها هذا المشكل هذا؟ الوغ دابا يدي وكيبداو بحال اللي كيحرقوني واحد شويه. دز الدهن دابا ندهنهم اختي ما نساش يدي وندوز نتهلا فيهم واحد شويه مساكن، نعطيهم واحد البوز عاد نوض نكمل. باقي لي واحد طاش صغيره غادي نحيدها عليا ندوز نشاركها معكم دابا. وبمناسبه بغيت نشارك معكم واحد المساله عندها علاقه بالوليدات، كيبقى دائما يوصلني عليها اسئله واللي هي المدرسه العربيه الاسلاميه رقم واحد في الغربه. أيها البنات الحمد لله والشكر لله، دابا تقريبا علي ندور عام باش سجلت فيها وليداتي وفرحانه تقريبا بين الحوايج الزوينين والخطوات الزوينين اللي درت. هو ان اول حاجه مدرسه اونلاين، يعني ما كتهزيش الهم انك خاصك ولادك ديهم مسجد ولا تقلبي لهم على شي مدرسه عربيه، وحتى المجهود وداك الضغط عليك كينقص. هذه من جهه، من جهه اخرى في اي دوله كنتي، يعني كنتي في كندا امريكا اوروبا اسيا افريقيا اي دوله كنتي وباغا وليداتك يقراو العربيه ا ديستونس اونلاين يعني حداك من دارك، ما كتحتاجي لا ديبلاصي لا حتى شي حاجه، وانتي متبعه معاهم ومركزه معاهم وعارفه شنو كيقراو. كيديروا لهم حفظ القران، كيديروا لهم العبادات، كيديروا لهم الاسس ديال المسلم الصحيح، كيديروا معاهم الكتابه القراءه الحمد لله، يعني كيبداو معاهم ازيرو. حتى الوليدات تقول لي اش من عمر نقدروا نبداو الوليدات؟ هما غالبيه كيقول لك بنتك ولا ولدك عندهم 5 سنين مرحب بهم، يعني من 5 سنين الفوق. حتى اللي مثلا مجوجه شي وحده راجل اجنبي ولا راجل مجوج مراه اجنبيه وباغي يقرا العربيه، هاد المدرسه هادي كتعطي هاد لو سيرفيس، يعني ما عندهاش علاقه بالعمر، واخا يكونوا كبار كيقدروا يقريوهم. غادي تسولوني مثلا انا ولدي ما كيفهمش العربيه كيدير هاد المعلمه تواصل معاه؟ الا كان ولدك كيهضر بالانجليزيه غادي يلقاو ليه معلمه اللي غادي تقري العربيه بالانجليزيه بحال ولادي. الا ولدك عنده غير فرنسيه غادي يلقاو ليه معلمه، بغيتو يقراو بالدارجه. المهم الحمد لله كيتوافقوا في هذه المساله حتى من ناحيه التوقيت. بحال دابا انا ولادي فاش كيبداو الحصه معلمتهم في المغرب مسكينه كتكون عندها 11 الليل، الوغ كدير معاهم الحصه من 11 12 الليل. بارفوي مثلا في الويكاند ولا بغيتو بغيتو ساعه ولا بغيتو ساعتين ولا بغيتو ثلاثه السوايع، يعني ديروا ديكو اكسيليري، كيبقى لكم نتوما الاختيار
اشنو يعني بغيتوا تختاروا لوليداتكم. كنتمنى نجاوب على جميع الاسئله. بالنسبه للتواصل حقا كيسولوني كيفاش نقدروا نتواصل معهم، كننصحكم اكثر بالواتساب، واخا كيكون عليهم واحد شويه الضغط مي كيحاولوا يجاوبوا في اسرع وقت ممكن. تواصلوا معاه في واتساب او تواصلوا معاه في الانستغرام، ديك الساعه انا نخليهم لكم بجوج بهم، مي غادي تبداو تجنيو الثمار الحمد لله من الاسابيع الاولى. الحمد لله وليداتي ولاو حافظين يعني عارفين الحروف باللغه العربيه كاملين، ولاو يعرفوا يشكلوهم يعني بالهمز بسميتو بالفتحه والكسره والضمه، ولاو كيعرفوا يشكلو، ولاو حتى شويه بداو كيعرفوا يلصقوا الكلمات. هذا الصور القرانيه الحمد لله ولاو كيعرفوا بزاف بزاف الامور من يعني من خلال هذا المدرسه اونلاين. المهم هنا شتهيت اختي هاتي راه شحال هذه ما كليتها، واللي هي اللوبيا، واللوبيا هذيك البيضه البلديه هذيك الصغيره هذه تخيلوا معايا الله رقدتها من با ساعه، غتقولي كي درتي لها انت صح. المهم اول حاجه قبل ما نشرح لكم نعطيكم واحد لاسيوز فريمون تنفعكم، حتى الحمص دابا رمضان جاي الحريره كتحتاجوا الحمص وداك الشيء نسيتو ما رقدتوش طريقه خطيره. هنا باش غادي ندير اختي اللوبيا، شوفوا لي شوفوا لي القديدات، جبت واحد خمسه طريفات تاع القديد نوريكم. ها هو القديد هذا كنحتفظ به في الفريكو، انا اللي مصايبه على يدي يعني ماشي مشري ولا جايبه معايا من المغرب، انا اللي كنصايبو على يدي. هذا طريقه الفران كيدي لي وقت ما تشهيت القديد مع الكسكسو ولا هذا كنلقاه. دابا غادي نرجعوا للطريقه كيفاش اللوبيا الحمص اي حاجه باغا ترقد ونسيتيها. طريقه بسيطه، اول حاجه غادي تاخذوا خميره الحلوه، ها هي البنات خميره الحلوه ولا بيكربونات الصودا، تاخذي واحد المعلقه نيت عامره غادي ديريها تقدري ديريها في كوكوط نيت الا بغيتي تزمتيها دغيا، الكوكوط ما غاتشعلي عليها ما حتى شي حاجه. غادي تاخذي الكوكوط ديالك غادي تغلي الماء مزيان، غادي ديري هذيك معلقه بيكربونات الصودا ولا معلقه الخميره اللي بغيتي واللي توفر عندك، صافي وديري اللوبيا ديالك مع الماء سخون وتسدي الكوكوط ماشي تشعلي، غير تسدي بحال اللي كتزمتيها ولا كديريها نيت هكا في شي بانيو تسدي عليها. عطيهم البنات ميم با نقول لك ما تدور ساعه ما تلقايها معاك، هذه في خاطر الناس اللي عزيز عليهم الحار بزيودات حاره. شوفوا انايا فاش كتكون لا سيزون، المهم هنايا عندنا واحد الوقت كيكون عندنا سورتو في يامات الخريف كيكون عندنا المزاود الحارين موجودين بحال هادو، بحال هادو هاد الطويولين هادو كيجيو في النيل لا في الطرقاد لا في كلشي. كناخذ انايا كناخذ الكونسيتي اللي بغيت، الفلفله الحمراء الخضراء كيعجبني هكا في الطويجنات الصينيات تاع الحوت وكلشي يعني كنستعملها، كندوز كندير هكا كناخذ هكا زي بلوكس كندير ما كنغسلها ما حتى شي حاجه يعني حتى كنبغي نستعملها وعاد كنجبد القياس. ضروري ملي تكونوا ديروا هذيك الخميره ولا داكشي ضروري خاص هذا اللوبيا تغسل مزيان ضروري يعني عندك تنساو هذه القضيه. هنايا بالنسبه لهذا مشات لي القديد، القديد كنديروا في الماء اللي رقدتو فيه لان الماء كما كتشوفوا ديجا كتكون فيه ديك المريقه تنسيمه كل مجموعه من الماء يعني ما خاصناش نضيعوه. صافي هنايا درنا هادو حتى الاخر باش ما يطلقوش باش ما تطلقش لينا يتفرقعوا وتطلق هذيك الحروره. صافي هنا البصيله والربع ديالنا ندوزو نحكو في الصيصات ديال الثومه فين هي هاي. صافي ونديرو القوام الزويته البلديه وطريقه معروفه ديال سميتو غي. انا كما كنقول لكم دائما من سنين البنات اللي متبعيني كنقول لكم هذه كندير فيها دائما راس معلقه صغير ديال القرفه كتجي كتحمق. اللوبيا ديالنا راه غادا حليت عليها دابا مع ضربات هذيك نص طيبه حليت عليها باش زدت عليها دوك المزيودات وغادي ندوز دابا نوجد شليضه باش نرافقها. المهم شوفوا لي بعدا الحطه بلديه حاضره تا كريت. هنايا جبت هاد سبرينغ ميكس هذا كيعجبني لان كيكون مخلط فيه زعما بزاف تاع دوك الخضر الورقيه لي زيبيناغ مع الكيل ميم مخلط كلشي. غادي نزيد عليه هكا واحد شويه ديال الخيار، هنايا عندي سميتها الكورن الميس، وهنايا عشقي ولي هو شنو هو. المهم هذا العشاق القوق كيحمقني انا هذا كيكون القوق مخلل. الصلاط ديالنا ها هي الصفحه جاهزه غادي نغطيها ان شاء الله ندخلها للثلاجه تنبغيها، وميم طون دزت حيت عليا حتى العصير، انا العصير عندي شي حاجه مهمه في النهار ضروري كيعجبني عصير الدار. درت بنانة درت خوخه درت شويه عصير ليمون صافي وما غاديش نطحنو باش يبقى فريش حتى نبغي ان شاء الله كما نقولوا نجمعوا غدا عشاء. هذا البيج ولا هذا الكريمي ولا بلون كاسي هذا تبارك الله كيبقى عليه طالب بزاف، خصوصا الناس اللي باغيين يمشيو لعمره رمضان ولا عمره قبل رمضان
ولا حتى ديال المرا رمضان مرحبا بهم الف مرحبا، الله يكمل عليكم كاملين والله لا يحرم شي مسلم ولا مسلمه مزياره داك المقام المبارك. المهم فوالا كاين هذا الموديل هذا في هذا لا كولور حتى هي، شوف تبارك الله شحال زويونه اللوينات باش مخدوم حتى هي شحال زويونه. هنايا درت لبس لكم جليليبه ديال المليفه، المليفه كيبقى عندك كما قلت لكم كخيب دو سوا والمليفه كيبغيوهم هنايا البنات بزاف. المهم دخلت لكم هذا الموديل هذا، كل مره تقريبا كندخل لكم فيه زواقه الشكيلات يعني كنوع لكم في الزواقه وحتى في لي كولور باش كتكون مخدومه. هذا دخلت لكم فيه موديلات بزاف كما قلت لكم، ان شاء الله بغيتو تشوفوهم كاملين ما عليكم الا تمشيو لاباج اللي كنطاقي لكم انتصار بوتيك. شوف تبارك الله كيجيو العقيدات بحال هكا وكتجي فتيحه فريمون صغيره الوسط. غادي ندوزو الالوان وهاديه لي سامبل ما فيهم لا كثره الزواق لا كثره الالوان، حيت بزاف كيبغيوهم بحال هاد السيلات هادو. كاين البنات اللي ما عجبش عليهم يعني كيبغيو الجلابه تكون مخدومه اللون في اللون او اللون الارض. فوالا كاين هاد الموديل هذا تاو في الكريب دو سوا، شوفوا لي الدريس كيفاش داير زوي واخا كيجيو هكا غير عريشات زعما غادي ميم موتيف كيجيو هنايا كما تشوفوا. لبس لكم البيضه باش تشوفوها حتى هي كيفاش كتجي في اللبسه همويه، كتجي فنه 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 تبارك الله في البيسه ديالها، كيجي واحد اللون لون الصفاء لون السلام. المهم البيض عاوتاني همه وشال في البيستو، خصوصا انه كيتقارن بالعريسات بالعمره بالحاج، يعني كيجي زوين هكا شي جليبه تكون عندك هكا دائما في دارك. الناس اللي كيبغيو هكا جليبات اللي يكونوا توب ديالهم ديال الكاشمير سخانين فنين، شو تبارك الله هذا الموديل هذا هذا اللي عقلتو كنت دخلتو لكم كانوا البنات حماقوا عليه، راه عاود دخلتو لكم ومن الموديلات اللي طايحين هميزات طايحين في برومو هاد الايام هذه. شو تبارك الله تويب بعدا كيفاش داير غزال الخدمه ديالو كيفاش متقونه. فوالا ها هي لا كولور الثانيه ديال هذا الموديل، شوفوا هذا اللوين هذا تا هو زوين، هذا ماشي الاحمر هذا البورغندي بحال كرونه ولكن ماشي ديك الكرونه الغامق غير دابا مع ليكليراج ديال برا. شوفوا كيفاش دايره زوينه براتيك في صاله مخزنيه كتبقى شي في صاله اللي كتبقى مريحه واللي كتمشي كما قلت لكم على كاع لي طاي. كاين عاوتاني هاد الجليليبه هادي هاد الموديل تا هو كيجي غزال في اللبسه ديالو. هذا البنات هادي جليليبه في الكرونه كتجي هكا، المهم كما تشوفوا الدريس كتجي فيها هاد الزويوقه هادي كتجي داخلين فيها لوينات فني، وحتى بالنسبه للناس اللي دايرين لي فولا غادي تقدر تجي الزرق زوين، يقدر دير فيها هاد البلون كاسي هذا، يعني كتقدري تكاسيها باي لوين. دابا غادي تكون خاتمتها بعد يوم طويل، عرفتي راه مقبله ولا شاده راسي كنقولها زيدي صبري زيدي صبري تيشدني الجوع مزيان لان اللوبيه كتبغي تكوني صافي وصلت للفينال. شوفوا البنات على الطبيصيل كيفاش داير، المهم هادي قولوا ماشي طبيصيل تا كرا بلديه، شوفوا لي الطريفات ديال القديد مزيودات الحريم خاكو كتفرقعوا ليا فيها ولكن ماشي مشكل، اصلا راه بوحدي اللي معشيه الدنيا هاني اللوبيه داك الكوكوطه ناكلها انا غنخبي داكشي اللي بقى ماشي غدا خليتها لبعد غدا غدا نوع شويه. صافي الشليضه ديالنا هنايا العصير ديال الدار ويا سلام ما احلى هذه الوجبه. شوفوا لي عصير كيفاش كيجي، كيجي خاطر على مزويناتو كما قلت لكم فيه غير البنان الخوخ وعصير الليمون. صافي ما غادي ندير لا خبز لا حتى شي حاجه تبارك الله، هذه راه كافيه غير معلقه مع داك اللحيمات وداك الشيء الا الخبز الا درت الخبز راه صافي كتسدي وصافي شليضه في سميتو اللهم اديمها نعمه يا ربي يحفظها من الزوال. بهذا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا، نتمنى ان شاء الله تكونوا دوزتوا معايا نهير زوين، قولوا لي واش جبكم واش تحمستوا معايا واش نشطتوا معايا واش بغيتوا ان شاء الله نزيدوا من هذا النوع هذا الفيديوهات، وتهلاو في راسكم وكما العاده شكرا بزاف 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 على تعاليقكم اللي خطيكم عليا واللي بغيتوه. الحاجه اخرى بغيتو تتابعوا ان شاء الله يومياتي لان كاين بزاف د الحوايج كنبارطاجيهم ما كيكونوش في يوتيوب اللي هما سوغ انستغرام واللي هما انتصار بوان شانيل وخلاص ديال الجليبات والقفيطنات وداكشي واللي هو انتصار بوان يوتيوب، انا غنخليهم بوان بوتيك انا غادي نخليهم لكم ان شاء الله بجوج ونقول لكم الا كنتو هذا الوقت قولي انتم دابا فاش كتشوفوا هذه اللقطه هذه واش الصباح واش وقت الغداء واش وقت العشاء ولا مخشيين تحت المانطو كتفرجوا في هذه اللقطه. المهم هذا الشيء بعض المرات كيقول لي انتصار الله يا ربي علاش بغيتي عندي كنت مخشيه في المانطا جبتي لنا الجوع، المسامحه الا كنتو كتشوفوا هاد اللقطه وانتم كتنعسوا. يلا ومبروك عواشركم مره اخرى، تهلاو في راسكم، بوسه كبيره لكم ومع السلامه.